حوار بالصواريخ يرفع سقف التوتر بين كوريا الشمالية وكل من جارتها الجنوبية والولايات المتحدة. فجيشا سول وواشنطن يطلقان 8 صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي كوريا الجنوبية ردا على إطلاق كوريا الشمالية عددا مماثلا من الصواريخ. سول تقول إن الهدف إثبات القدرة على توجيه ضربات دقيقة ضد مراكز القيادة والدعم للصواريخ الكورية الشمالية. فهل هذا التصعيد ينذر بانفجار أكبر في الأجواء؟ معنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماريلاند دكتور جيسون نيكولز. دكتور جيسون، كيف يمكن وصف هذه التجربة وما قالت عنه سول بأنه تجربة أو اختبار لمدى القدرات اليوم لدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا في مواجهة أي ضربات محتملة؟ وكيف يمكن أن يكون الرد الكوري الشمالي مع العلم بأن التجارب السابقة لم تكن ربما هادئة؟ شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أن كوريا الشمالية وضعت نفسها في وضع صعب عبر المبادرة بإطلاق الصواريخ. اليابانيون والأمريكيون وكوريا الجنوبية موحدون في ردهم، وكذلك جعل كوريا الشمالية أنها لا يمكنها مهاجمة كوريا الجنوبية. للأسف الشديد كوريا الشمالية تركز على إطلاق الصواريخ في حين تعاني الكثير من المشكلات في الاقتصاد وجائحة كورونا وقلة الطعام للشعب الكوري الشمالي. وفي الوقت ذاته مع كل هذه المشكلات هي تستثمر في إطلاق الصواريخ. أيضا أمريكا وحلفاؤها حبت أن تعطي رسالة وتوجه رسالة إلى كوريا الشمالية بأن أي مهاجمة على حلفائها سيكون مردود عليه. ولكن الحديث بأن هذه التجربة الأمريكية الكورية الجنوبية ستواجه أيضا برد قد يكون ربما أكثر خطورة عبر استخدام صواريخ باليستية موجهة محددة الأهداف، ماذا يعني ذلك؟ وهذا ما تنقلته وسائل إعلام كوريا الشمالية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الجيش الأقوى في العالم، ولا أرى أن قيادتنا ستشعر بتخويف أي طرف، وخصوصا من دولة تعاني الكثير اقتصاديا ككوريا الشمالية. وبالتالي ليس لدى أمريكا أي خشية أو خوف من أن كوريا الشمالية قد تحوز سلاحا أقوى من السلاح الأمريكي. وبالتالي كما ترون في العديد من دول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وأسلحتها أثبتت أنها قادرة على أن تفرض تفوقها بالمقارنة مع أي معدات عسكرية أخرى. ولذلك لا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخاف من هذه الصواريخ حتى لو كانت دقيقة لدى كوريا الشمالية. أمريكا ستزود حلفائها بما يحتاجون لحماية أنفسهم، وإذا اقتضى الأمر قد تتدخل لحمايتهم. استحالة الدور الأمريكي اليوم في العودة إلى مفاوضات مباشرة، أي استراتيجية قد تذهب إليها الإدارة الأمريكية في هذه المواجهة وبعد هذه التجربة والدعم منقطع النظير لسول؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع مباشر بين الرئيس الحالي جو بايدن وكيم جونغ أون كما حدث في عهد إدارة ترامب. هذه الإدارة لها نهج مختلف، وبالتالي لن يكون هناك نقاشات ثنائية مع كوريا الشمالية، ولن نرى الرئيس بايدن يذهب إلى بيونغ يان أو إلى أي مدينة كوريا الشمالية أو حتى على أرض محايدة. لن يكون هناك اجتماع. في رأيي أرى أنه إذا استمر هذا التصعيد فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة كما قلت اليابان
التي شعرت بالانزعاج من هذه التجارب الصاروخية الكورية الشمالية. إذا تكررت هذه التصعيدات فسيكون هناك نهج متعدد الأطراف من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وذلك لمواجهة ما يحدث في المنطقة. هذه الصواريخ أطلقت في السابق من كوريا الشمالية، ولذلك أرى أن هذه لعبة تخوضها حكومة كيم جونغ أون، ولا أرى أنه سيصعد أكثر. لا أرى أنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنخرط مباشرة مع كوريا الشمالية، خصوصا أن اقتصاده يعاني كثيرا وشعبه ليس لهم ما يكفي من الطعام. طيب، أهمية تعزيز القدرات الدفاعية اليوم لحلفاء الولايات المتحدة، ما كان أعلنه أيضا وزير الدفاع الأمريكي بأن تعزيز هذه القدرات هو سيحمي المنطقة من أي مواجهات. ما أهمية السرعة اليوم في هذه الاستراتيجية بعد المخاوف الكورية الجنوبية واليابانية، وما كان أعلنه أيضا الرئيس الكوري الجنوبي بأهمية تعزيز هذه القدرات؟ كيم جونغ أون قال هذا الكلام منذ وقت طويل، وما يزال يقول إنه سيواصل تطوير قدراته الصاروخية. الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كوريا الجنوبية هدفهما كان إظهار جاهزيتهما في حال حدوث أي تصعيد، وكوريا الجنوبية بالتأكيد لها حلفاء أقوياء، وبالتالي سيكون الوقت عصيبا لكوريا الشمالية إذا أقدمت على أي مغامرة. أرى أن كيم جونغ أون يدرك تماما أنه لا يريد حدوث نزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، ولا أعتقد أنه سيكون له أي دعم، وخصوصا وأن هناك علاقات قوية بين أمريكا والدول المحيطة بكوريا الجنوبية واليابان، وبالتالي لن تقدم في رأيي الصين على دعمه، وبالتالي سيكون بمفرده. ستكون كوريا الشمالية تقاوم ضد عدد من الدول التي ستصطف حول كوريا الجنوبية، وبالتالي هذا هو ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرار كهذا من قبل كيم جونغ أون. هو فقط يحاول أن يظهر أن كوريا الشمالية موجودة. الذهاب اليوم في هذه المعلومات المباشرة والأساسية والمتصلة باختبار الأسلحة الذي قامت به كوريا الشمالية، ما توعد به أيضا زعيم كوريا الشمالي كيم يونغ أون بأنه سيشعل المنطقة في حال استمرت هذه الاستفزازات، مرحلة ما بعد هذه التجربة الصاروخية الأمريكية الكورية الجنوبية كرد مباشر، إلى أين يمكن أن يذهب كيم يونغ أون في مغامراته؟ أعتقد أنه فقط يجيد الحديث ودائما يتحدث كثيرا، ولا أرى أنه عمليا سيسعى إلى تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية. رأينا أن الرد كان تناسبيا هذه المرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أطلقت صاروخا، وكوريا الجنوبية التي أطلقت 7 صواريخ. أعتقد أنه أدرك أنه دائما سيكون هناك رد سريع من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا رد تناسبي، ولا أرى أنه قد يصعد، لكن هو سيواصل إطلاق الصواريخ في البحر والقيام بهذه المناورات في المستقبل، لأن هذا ما يبقي كوريا الشمالية يتحدث عنها في الإعلام، وكذلك يظهرها كدولة قوية عسكريا، وبالتالي هو سيواصل الحديث عن هذه الأمور رغم نقص الغداء والعديد من المشكلات الاقتصادية. هو عليه أن يركز على أن لا يتدور شعبه جوعا كما حدث في الماضي. أشكرك جزيل الشكر دكتور جيسون نيكولز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماريلاند، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن.